مساء الخير، السلام عليكم جميعا. اول حاجه شكرا انكم شرفتونا الليله، وشكرا لمحور سودان للاعمال الناشئه انهم عملوا الفعاليه دي، وانهم بصراحه موجودين في المناخ اللي احنا عايشين فيه ده وفي الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. هم ادونا فرصه انه كسودان نكون جزء من موجه كبيره جدا في العالم من تقريبا 2005 اللي هي محاور الاعمال الناشئه اللي انتشرت. يمكن اكبر براند هو امباكت هاب، بعد ذاك في هابيتات وفي حاجات ثانيه اندبندنت منها سودان ستارت اب. فشكرا لكم. وانا اسمي امنيه شوكت، و انا مؤسسه لحاجه اسمها انداريه مع زميلتي اسمها سلمى امين، هي ما معانا الليله. لكن عايز احكي لكم قصه انداريه دي ذاتها بدات كيف، وقصتي مع سلمى بالذات. انا وسلمى اتلاقينا مره واحده بس في حياتنا قبل تقريبا سنه. كان انا هي ساكنه في قطر، فكانت جاي اجازه وانا كنت في امريكا وجاي اجازه. فبنعرف بعض من تويتر، ويمكن للناس الكبار شويه تويتر ده شنو هو الحاجه، وكيف بتعرفوا بعض من تويتر. لكن يمكن الناس اللي قدرنا عارفين انه في ناس فعلا يعني قابلنا ناس ممكن ثاني كان ممكن ما نلاقيهم في حياتنا لو ما كان حاجه زي تويتر وفيسبوك والجروبات اللي في فيسبوك اللي هي بتناقش مواضيع معينه. باختصار كده، تويتر هو منصه اتعملت من امريكا لكن وصلت العالم كله، والناس بتتداول نقاشات عامه جدا عن اي حاجه. ممكن تكون نقاشات سياسيه او نقاشات اجتماعيه او نقاشات موسيقيه وهكذا. فالسودانيين ممكن الشباب اكثر لقوا فرصه، بما انه احنا كلنا مشتتين في كل دول العالم، انه يتقابلوا في تويتر وفي فيسبوك وحتى الثانيه، لكن حكينا عن تويتر بالذات، انه يتناقشوا في حاجات بطريقه ما كان يمكن مهيئه لهم، لاننا احنا في كل بقاع العالم. فتويتر هو المكان اللي لقيت فيه سلمى. فتلاقينا وقعدنا يمكن اربع ساعات بنتونس، حاصل شنو هو البلد وحياتي هناك وحياتي هنا، ولما نجي بحصل شنو. فلقينا انه لاحظنا اللي احنا الاثنين يعني سيبريتلي وفي قعدتنا دي، انه في جاب كبير جدا للجنريشن بتاعنا، الجيل بتاعنا في التواصل. يعني في افكار وفي ناس بتتناقش في حاجات كثيره جدا، لكن ما موجوده في حته واحده ممكن نرجع عليها. يعني لو بعد 10 سنين في زول قرر انه هو عايز يعرف السوداني كانوا بيتكلموا عن شنو قبل 10 سنين، يمكن ما نلاقيها للجيل بتاعنا. في اجيال قبلنا عملت منصات زي حريات، زي سونيز اونلاين وهكذا يعني، وقدرت تدون او توثق لنفسها حواراتهم. احنا بالنسبه لنا كان في حاجه اسمها شمارات، ما عارفه لو في بعضكم بيعرفوها. شمالات كانت واختفت يعني. فكانت هي منصه كويسه للناس الحوار، لكن هو كان حوار على شكل فورم. فاحنا قلنا اوكي، يعني غير انه ما في حته نتحاور فيها، في سودانيين من الشمال من الجنوب ومن الغرب ومن الشرق، في عندنا يعني ثقافات متعارف عليها، ثقافات كومن او يعني سيميلر على الاقل متقاربه، وفي حاجات مختلفه، وهي دي بتكون في الاخر السودان او الهويه السودانيه، وبالذات الهويه السودانيه الجديده اللي هو احنا لما سافرنا وشفنا وعشنا وتغربنا بقت عنصر من عناصر التكوين بتاعنا. ففي الكلام يعني قلنا موضوع المنصه ده ما حاجه صعبه يعني، طب احنا نعمله كيف بطريقه تجذب الناس انه فعلا يتناقشوا فيه. طيب احنا اصلا يعني اكتف في 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 السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والمواقع دي، ونشوف الناس بتتكلم في شنو، وقاعدين نتواصل معهم ونشارك في الحوار برضه. طب ليه ما نجيب ناس مختصين من كل حوار ونخليهم زي يلخصوا لنا الموضوع كده هو كان شنو، ونظرات الناس المختلفه كانت عنه شنو، ولو في زول عنده نظره قويه عايز يتكلم عنها براهو نديك مساحه بروفايل. ومن هنا منطقه النارية هو اصلا يعني بدا يختلق كده. فتقريبا قبل سنه الحوار بدا، وقبل 6 شهور يوم 6/9 وي لونشت، نزلنا اونلاين ودشنا الموقع، وكنا حريصين انه يكون جميل يعني نستفيد من خبرات باقي الناس، انه تكون حاجه جميله وبسيطه، ونكون متواجدين في الـ في الـ في العالم الاسفيري اللي فيه الناس شايفين تركيزاتهم عاليه زي تويتر وفيسبوك وانستغرام. طيب دي قصه أندريا، الجينيسيس بتاعها او يعني كيف أندريا جات او اخترقت. عايزه ارجع شويه بالوقت.
لأن الوقت ذاك كنت عايشة في كاليفورنيا. كاليفورنيا زي ما كثير مننا ممكن يكون عارف هي سيليكون فالي، هي فيسبوك وتويتر والحاجات كلها يعني، والشركات الثانية الأصغر منها اللي إحنا ممكن ما نكون سامعين بها أصلاً. أنا عايز أقول إنه كاليفورنيا دي الهب بتاع التكنولوجيا في العالم، والناس هناك يعني أنا عايز أديكم إحساسي وأنا كنت هناك إنه الناس متشبعة في التكنولوجيا، يعني بالنسبة لهم التكنولوجيا دي ممكن تحل أي حاجة. عشان كده في الشركات الكبيرة بتشتغل في التكنولوجيا، الشركات الصغيرة بتكون عندها برودكت معين صغير شديد بتشتريه منها الشركات الكبيرة، وفي منظمات بتشتغل في العمل الميداني أو العمل السيفل سيرفيس أو العمل غير الربحي برضو معتمدة تماماً على التكنولوجيا، لأنه بجد هم حياتهم معتمدة على السمارت فون. يعني إحنا ممكن كل واحد من تلفونه فيه بانل واحدة بس، فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب والحاجات دي وانتهى الموضوع. هم يمكن عندهم 3-4-5 بانلز لأنه كهرباء بتدفع بالتلفون، البنك أنت بتتعامل معه في التلفون وهكذا. ثاني حاجة الانتربرنورشيب اللي هو أنا لما مشيت ما أعرف هم بيتكلموا عن شنو، يعني شنو انتربرنورشيب. وكان في زول في الأودينس قال الفرق شنو بين انتربرنورشيب وبين بزنس مان أو بزنس وومن، وده سؤال جميل جدا ومفيد جدا ولازم احنا يعني نعمل التفريع دي. ومهما كتر خيرك بديت الحوار على الحاجه دي، وانا عايز اضيف حاجه ثانيه انه غير انه الواحد يكون عنده شغف مبالغ فيه لحاجه معينه، هو مستعد انه يسيب حياته، يعني يسيب ال 9 to 5، يعني يسيب الوظيفه. يعني الحاجه دي فيها كلام كثير انه هل احنا حيوافقوا، لو هم حيوافقوا هل احنا مستعدين نعمل حاجه زي دي وهكذا. لكن ما عايز ادخل في الحاجه دي، عايز اتكلم انه متشبعين في حاجه اسمها انتربرنورشيب، وكل زول عايز يعمل له انتربرايز يعني ده حلم حياته. الامريكان دريم ما بقى انه انت تعمل شركه والشركه دي تبقى اكبر شركه في العالم، لا، الامريكان دريم هسه دي الاكيس في كاليفورنيا هو انه انت تعمل حاجه تفيد بها المجتمع. اللي هو تعريف الانتربرنورشيب بالنسبه لي، انا بكلم سريع شديد اوكي ما عايز اقوم تنوموا عشان كده باخذكم من قاره لغاره. طيب التعريف بتاع الانتربرنورشيب بالنسبه لي انه انت زول عايز او زول عايزين تعملوا حل لقضيه انتوا شايفينها فيها مشكله، وات ايفر هي شنو، ممكن تكون تكنولوجيه، ممكن تكون اجتماعيه، ممكن تكون ثقافيه، ممكن تكون موسيقيه، ممكن تكون حاجه تقنيه جدا. فده بالنسبه لي تركيبه كده، انا شفت في مشكله وانا شايف انه عندي اتليست مبدا او بدايه لانه انا كيف ممكن احل الحاجه دي. انا بقوم بمسكها من جذورها، بلخبط الدنيا كلها وبجيبها بظبطها ثاني عشان لما اجي اقدمها تكون حل قوي يشيل كل الحلول الثانيه من الساحه. ودي الانتربرنور شيب. وعايزاكم بس تفكروا في موضوع انه الانتربرنورز بيكونوا شغالين تحت ضغط شديد جدا، ناس ما عندها موارد زي ما مها قالت، الموضوع ما اتس نوت ايزي وما هين وما سهل وما ممتع مرات كثيرة. لو مشيت فتشتوا انتربرنورز بيتكلموا حتلاقوهم بيقولوا انه انا ما كنت عارف اكون وين، ما قادر ادفع الرنت حقي، ما كنت عارف حاكل من وين عشان ما كان عندي قروش، ما كان عندي دخل. لكن الزول ده بيكون قاعد على برودكت بالملايين بس ما وصل لدرجة انه قدر يسوقها يات. فالعايز اقوله انه الانتربرنورشيب هسه دي هي عبارة عن زول لقى حل لحاجة لمشكلة وهو حاسس إنه الحل ده ممكن يتسوق ويتباع ويبقى هو قادر يعني يأسس الحاجة دي، وبعد شوية يشغل الناس معاه وجوب كريشن زي ما قالت، بعد شوية يبقى الحاجة دي فيها سكيلابيليتي، أنت بتطور 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 لغاية ما ناس كثيرة بتحلم إنه مثلا زول زي فيسبوك أو جوجل يجي يشتري منك البرودكت. طيب نرجع تاني بالزمن شوية، في 2008 خرجت من الجامعة، كنت في مصر الوقت ذاك، وأول وظيفة قدمت لها إنه في محمية في الفلبين، أشتغل مع في المحمية دي إنه هي برنامج بتاع حماية بتاع سلاحف البحر، ما ردوا علي يعني. المهم كنت عايز أشتغل مع الحيوانات ما مع الإنسان أصلاً. somehow لقيت نفسي شغالة في يونيدو، وكنت ودي حاجة عايز ألفت نظركم ليها لقدام شوية، كنت في الوقت ده في الجهة اللي بتمنح المنح لناس صناعات المصانع كيف يطوروا المعدات بتاعتهم والماشينز بتاعتهم على اساس انها تكون صديقه للبيئه. كان وقت جميل جدا بصراحه، تعلمت كثير، واهم حاجه انه لقيت نفسي في كوميونتي او مجتمع بتاع ناس مهتمين بالبيئه وعندهم كميه من المعلومات مشتته. كل زول عارف حاجه لكن ما في زول كان بيها في حته واحده. فانا ما اعرف الرياده شنو ولا الانتربرنور شيب شنو ولا البزنس شنو، قمت قلت احنا نعمل ويب
عملت الويب سايت خدت زي يلو بيجز البرودكتس والسيرفيسز اللي لها علاقه بحمايه البيئه عندي موجوده في مصر كلها والشركات والقاموا وهكذا عملنا ريفيوز او نقد للبرودكتس والسيرفيسز الموجوده والموفرين لها وبنتكلم على الحالات الصديقه للبيئه وكيف الواحد ممكن يعيش حياه صديقه للبيئه الوقت ده في مصر كان very interesting يعني كان في حركه كده ده الوقت ده 2010 2011 طبعا الثوره جت لما الثوره جت كان التغيير التفكير اتغير شويه الناس قالت اوكي احنا عندنا قضيه مهمه والناس بتسمع علينا كان الوقت ذاك البوليوشن التلوث حاجات الصناعه فضايح في الزراعه كلها الناس بدها تتكلم عن البيئه كان في اللسان يعني فقاموا قالوا احنا هنعمل حزب سياسي بيئي قدام اوكي جود لك انا مشيت عملت الماجستير خرجت فعملت الماجستير في هولندا طبعا دي الناس بتاعهم بيئه وكنت متحمسه جدا للقضيه قريت Environmental Resource Management وكان الفوكس بتاعي السياسات البيئية والمناخية والموية جيت السودان عايز أفهم الناس بتعمل شنو في البيئة كان الرد بصراحة وما مرة واحدة ولا مرتين الناس ما لقيت تقول انت حتقول لهم بيئة بتاعت شنو يعني في حين انه انا ما متفقة مع الرأي ده موضوع تاني احنا ما عايزين ناخده الليلة لكن اللي عايز اقوله انه اشتغلت في حاجة ليها علاقة بالبيئة لكن ما شريك وكنت في الجهة اللي بتستلم المنح عايز اقول حاجه ثانيه عن الحاجه دي الانتربرينورشيب لما يعني كنت في امريكا 2013 ل 2015 الانتربرينورشيب واحده من الاوبزرفيشنز بتاعتي هو نتيجه للناس حسوا انه اتخذلوا من الحكومات ومن المنظمات ومن الشركات السيستم بتاع اداره المال اللي هو ستوك ماركت وول ستريت بعد ما حصل انهيار في الاسواق العالميه في 2008 القروش بطلت تدخل لهم يعني ما بقى في بنوك عايزه تدي قروش عشان تعمل بها بزنس في نفس المستوى الحكومات بطلت تديهم قروش انا بتكلم عن امريكا بالذات يعني بطلت تديهم قروش منح حاجات زي ده عشان يعملوا بها منظمات وهكذا فالناس حسوا انه انت عايزين نعمل حاجه وما قاعدين تدونا قروش فالانتربرينور شيب يعني كان نتيجة للحاجة دي إنه الناس بدأت تعمل حاجات براها بنطاق صغير أنت كان ممكن تعمل شركة من البداية تخد مليون دولار وتبدأ الشركة هسا أنت بتخد دولار واحد وتبدأ الشركة ليه؟ لأنه الضغوطات دي كلها خلت الناس يعني يكون في شوية حميمية كده إن إحنا برضو هنعمل اللي عايزينه ونتأقلم مع الوضع فدي الحاجة الحلوة في الانتربرينورشيب إنه أنت بتتأقلم مع الوضع أنت بتكون كرييتيف أنت ما بتعمل حاجة بالتراديشنال بطريقة تراديشنال وعلى الطريقه التراديشنال انا بالنسبه لي مش الليله ممكن اقول انا انتربرينور بكون يعني شوي خايفه كده لانه لسه عندي الستيجما بتاعت انه الزول بتاع البيزنس ده يا اهله تجار يعني هو حيستلم الحاجه من ابوه يا دار بيزنس عشان يمشي يشتغل في شركه فكيف نطلع من الطور بتاع الحاجه دي ونلاقي انه لا في نوع ثاني من الانتربرينور شيب ورياده الاعمال ناس بتخلق حاجه من ولا حاجه وبتقدم خدمه للمجتمع which is اهم حاجه من نظرتي يعني طيب ممكن نتكلم عن أندريا شويه انه هي ليه بتقع في القالب بتاع الانتربرينورشيب وده شويه تعقيب كده على النقاط اللي قلتها كلها انه احنا ما في بيئه بتساعد انه انا هسه ممكن ادخل البنك اقول انا عايزه 100000 جنيه which is 10000 دولار يعني ممكن تعملها حاجات كثيرة لكن البنك حيقول لي جيبي وجيبي 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 وغالبا ما يديني 100 يقول انا حديك مليار وعايز يربح صح؟ يعني شنو انت محتاجة 100 وعايز تعملي بها بزنس؟ دي قروش شوية جديد اخذي مليار فانا حتورط صح؟ اصلا ما حيديني لانه ما عندي ضمانات فكيف انه نطلع من موضوع الفندنج ده جزء وانا ما حاجاوب الاسئلة دي انا حطرحها واخليكم تتفكروا فيها وثاني حاجة كيف احنا نعمل حاجه ما لها علاقه بالحاجه المينستريم الحاجه الاساسيه الحاصله في التقديم قالوا انه انا بشتغل في الديجيتال ميديا صح ايش شنو الديجيتال ميديا لما انا اقول ديجيتال ميديا بيجي في بالكم شنو ممكن اكزامبلز انترنت اديني موقع طيب امازون ده ما ميديا the store لكن ان شاء الله يا رب يكون عندنا امازون في السودان one day لو في زول عايز الفكره دي قدموا عليكم انت طيب ميديا الميديا اللي احنا بنتكلم عنها الاجراس الالوان الحريات السودانيز اون لاين سودان تريبيون تعرف شنو شوف شنو تعرف تقول للسودانيه كرامه
in the city, in the city, Rakuba. Okay. كلهم يعني منو بتجد كده بيفتحهم كل يوم يشوف الأخبار. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة. منهم ثلاثة ممكن يكونوا في جيل هسي والباقيين الجيل اللي ورانا شوية. اللي ورانا طوال ما شاء الله. ما مجامل والله. اللي عايز أقوله إنه الميديا هي ميديا، يعني إحنا مفروض نعرف أخبارنا منها صح؟ هل ما قاعدين يفتحوا بيفتحوا شنو؟ Thank you Facebook. الموضوع يعني إحنا بعيدنا من التراديشنال ميديا. ليه إحنا بعيدنا من التراديشنال ميديا؟ ليه ما قاعدين ندفع الاثنين وثلاثة ولا خمسة جنيه؟ نمشي نشتري بها الفوطة تحت الأرض، نشتري بها المكتب كده، وإحساس جميل. Boring. It's boring. ما في أخبار. ما في إحساس. صح؟ ما في إحساس بأنه الحاصل بجد شنو؟ هم بجيبوا لك. جيبوا لك حالة ثانية من النت غالباً. ولو ما كده هم زعلانين، في قضية زعلانين عنا. أكيد في زعل كده في الريبورتينج ذاته. وأنا ما بلومهم. لكن الحالة دي ما بتحصل لي. يمكن أنا يعني مختلفة، لكن يعني أنا عايزة حاجة تمثلني أنا، اهتماماتي أنا. تديني خبر حاجة أنا ما أكون عارفاها. كل الناس زعلاني، ماضي في زول ما مليت الحاصل، يعني كل الناس زعلاني، لكن ما الزمن المكون أو العنصر الأساسي بتاعنا صح؟ الزمن منو؟ ايدنس؟ اوكي تمام. طيب أنا أسف يعني حوار ده حوار، فعايز أقول إنه التراديشنال ميديا بقت بتقصر شديد وهي مقصرين لها عمرها، يعني أنا ما بلوم نهائي كامل الدعم والتضامن معاهم، لكن في نيو ايج، احنا في نيو ايج، مفروض الميديا دي يا تنقل نفسها في الاونلاين، اللي هم في ناس عملت كده التغيير والطريق، لكن كلنا عارفين اتجاهاتهم يعني. وين الميديا الكلتشر؟ وين الثقافه؟ وين اللي بيحكي لي عن الايفنتس الموجوده شنو غير ان سيتي يعني؟ ومين اللي بيحكي لي عن الشخصيات؟ وين اللي بيقول لي سودان ستارت اب هاب دي بدت؟ من شهر اثنين؟ وين الناس دي؟ وين التغطية دي؟ وين التغطية بالطريقة اللي بتخلي زول زيي أو أستاذة أو أستاذ أو زينا حضور الليلة يفتحوها وبجد يقروها ويكونوا أوكي أنا راضي عن الجريدة أو المجلة دي لأنهم أدوني معلومة جديدة واشتغلوا إنه يجيبوا لي حاجة جديدة وكذا. فالحاجة دي شوية لكن أو شوية منهارة يعني. فعشان كده الديجيتال ميديا هي بتديك المساحة إنك أول حاجة في شوية حرية، نعترف بالحاجة دي، أنت عندك شوية حرية لأنه البرينت غالي، أنت مهما كان أنت لو عايز تعمل عايز تطبع حاجة هي غالية. ثاني حاجة أنت عندك المسؤولين، أنت كل يوم عندك أو كل أسبوع أو كل شهر ممكن تنزل كونتنت أو المفروض تنزل كونتنت، والناس يعني كيوريوس بالحاجة دي، وأنت عندك زمن معين التغطية بتاعتك بتكون شوية معرضة إنه ممكن ما تكون قادر توصل للحد اللي أنت عايز توصله. هو يمكن أنا دخلت كثير في موضوع الـ traditional versus الـ new media، لكن الـ point هنا إنه في gap، والأندرية بتحاول إنه تبدأ تملى شوية من الجاب، لكن إحنا ما جايين نعمل كده، يعني ده الحل الأساسي، إحنا ما جايين ننافس الـ traditional media، إحنا جايين نوثق التفكير والاهتمامات والحاصل في السودان in this point of time الليلة وبكرة وقبل ستة شهور من قبل ستة شهور يعني عشان لقدام احنا نعرف السودانيين كانوا بيفكروا في شنو في الوقت ده كانوا بيناقشوا في شنو في نفس الوقت احنا بنحاول نعمل منصة تدي الناس فرصة انهم يتحاوروا يعني انت كمنصة ما انت كزول يعني انت كزول ممكن ناس معينين يوصلوا لك يكونوا interested إنهم يعملوا لك follow أو يتابعوا صفحتك أو كذا. أنت كمنصة مفروض إنه يكون ما عندك يعني bias كده. أنت مفروض تكون زون neutral بتقدم الحاجة وبعدك الناس بتستلمها منك. فhopefully ده معناه إنه توصل لناس أكتر، لفئات أكتر، لناس برا، لناس جوا وهكذا. وأهم حاجة عندنا الأندرية لأنه إحنا عندنا التجربة دي personally يعني إحنا أنا كنت في السودان وكنت برا السودان. فلما أكون برا السودان نظرة الزول في السودان للبرا السودان غير صح؟ والعكس. فعايزين إنه كل الناس آرائهم مفيدة ومهمة وتناقش وتستحق الطبع أو البابليشينج أو whatever. فدي حاجة. في حاجة تانية مهمة ما حقدر أدخل برضو في التعمق بتاعها لكن يمكن في الـ Q&A بعدين. Thank you.
موضوع انه شمال وجنوب وغرب وشرق وهكذا وبرا وجوا. الحاله دي is really important. انا ما عارفه لكن يمكن تتفقوا معي, يمكن يكون في اراء جديده. و في نقطه ثانيه, حاجه اهم حاجه انه احنا عايزين to bridge the gap, يكون في conversation, لانه هيجي جيل بعدنا مباشره ما هيعرف ان السودان دي كانت بلد واحده, ما هيعرف انه في shared values, في shared traditions, في shared cultures. بما انه في اختلافات فلازم يكون في حاجات قريبه, صح؟ متفقين؟ فاحنا شخصيا شفنا الحاجه دي وقلنا ندي فرصه انه العالم يشوف الحاجه دي واحنا ذاتنا لبعضنا نشوف الحاجه دي. وان شاء الله جنوب السودان صفحه, يعني مقاله جنوب السودان حتبدا تنزل قريب جدا. انا لسه جايه من جوبا وكنت اتبسطت جدا ولقيت ناس رهيبين حيورونا كفرج بتاع ثقافه ما حتلاقوه في حته ثانيه, لانه ما في زول انترستد انه يوريه اصلا. ودي حاجة تانية, موضوع الناريتيف أو اللي هو القص. ليه إحنا يقص عنا وإحنا ما نتكلم عن نفسنا؟ فدي فرصة, أندريا هي فرصة إن إحنا نتكلم عن نفسنا. ده هايلايت كويس كويس كويس. وأنا جيت الليلة أول إحساس ليلى ما قالت تتكلم قلت إحنا ما جاهزين, إحنا لنا 6 شهور دقيقة بالراحة إحنا ما جاهزين. لكن أنا ذكرت إنه طب احنا بنعمل حاجة أصلا هي مجتمع, يعني أندريا دي ما أمنية, أندريا دي شهاب بصور, أندريا هي أختي اللي هي بتكتب أصلا وهي يعني بتديني عصف ذهني ما ممكن ألاقيه في أي حتة تانية, هي محمد التوم المصور الرائع جدا, هي أصحابنا وهي أقربانا وهي النتورك وهي الناس اللي شجعتنا إنه نعمل الحاجة دي أصلا. أنا قارئ أحياء يا جماعة, قارئ أحياء, أنا هسي بقدر أشغل ويب سايت. حاجة من الحاجات اللي احنا بتخلينا نقول انه احنا انتربرنورز فعلا انه لغاية ما الاندريا دي يكون عندها زي 1000 زول شغال فيها ان شاء الله one day, احنا بنعمل كل حاجة, احنا عايزين نتعلم. يعني ما بعرف الحاجة دي اعملها, يعني انا ممكن اخذ مكان شهاب ورا الكاميرا واقول انا علمني يعني البيسكس عاتليس اعرفها. ليه؟ لانه عايزين الاندريا هي part of us, it's our baby يعني. فهيجي يوم نقول له امشي خش الجامعة ما حنشوف الثاني, صح؟ فقبل ما يحصل كده احنا عايزين يعني نستنشقه وناكله ونشربه ونعيشه, وبعد ذاك وكل الناس دي تشاركنا فيهم, وبعد ذاك هيجي يوم هيديروه ناس مختلفين تماما. اندريا حقتنا وحقتكم, انا ما اندريا, اندريا انا وانتو وانتو شركائنا فيها. وسودان ستارت اب هاب ثانك يو سو ماتش على الفرصه دي, وبجد ثاني بقولها ثانك يو انكم موجودين في المناخ اللي احنا فيه, ما سهل. انا اشتغلت في هاب زي كده وشفت ناس من ولا حاجه بيجوا مليونيرز بجد, البيج بزورونا اللي هو كانوا قبل 5 سنين شغالين في ذهب. قصص ملهمه جدا جدا. ومحمد يو كان بي ان انتربرينور, يو كان بي ان انتربرينور. فثانك يو اجين للتيم كلكم على الجهد الجديد ده.